سلام يا سلام، رايحين على اقول لك سير. شفنا هنا رايحين عند هذا المحل الاواعي بيبي فيس. هنلاقي عمو مروش وعمو هنيد جوا، تعال نشوفهم. يلا 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 تعال نشوف مهند ومروش. يلا ايوه اي المحل انا مشيت. يا سلام، واهم شيء ما حدش يبين. هان كل عام وانتم بخير، كل عام وانتم بخير، كل عام وانتم بخير، كل عام وانتم بخير، كل عام وانتم بخير. يا سلام نطلع فوق. يا سلام كل عام وانتم بخير. هاي جايين هذا صاحبنا يا جاي عشان تشارك في القبر. هاي 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 لا في ناس. كل عام وانتم بخير حبيبي، وانا كتير مبسوط وفرحان وبتطلع. كل عام وانتم بخير، كل عام وانتم بخير، كل الناس حلوين ومبسوطين. لقيت واحد حلو، هيو شايفينه؟ هيو عمو وينه؟ سلموا عليك المتابعين. وين؟ ولك هذا دمي هذا. ايش دمي؟ ليه الصنم هذا ملكان؟ ايش مالك انت؟ هذا انت كل ما بحكيش. كل عام وانتم بخير يا عمو فراس. تعبنا تعبنا عن الدرج. هي الاطفال حلوين. مش اطفال هذول، هذول واعي للاطفال. برضو والله فيه ايش. هاي جايين، هاي جايين كلهم بنادى عمو علوش. سلام عليكم. وفي عندنا هنا اطفال كتير يا عمو فراس، مينهم؟ يا سلام احلى الاطفال. انا كتير كتير بحب ملابس الاطفال، كتير بحب ملابس الاطفال. وانا بوبو كانت ماما تحط لي هادي. كانت ماما تفرك لي شعري وراسي في هادي. يا سلام كيفك؟ وين مروش وفراس؟ كل عام بخير يا عمو. حبيبنا صاحبي حبيبي هيو. كل عام وانتم بخير. كل الطويل ينزل. كل عام وانتم بخير يا خالته. كل عام وانتم بخير جميعا. يا سلام يا سلام يا سلام. نحاول احنا ما نجيبش اي انسان عشان ما نزعلش من حدا. عمو مروش تعال اقول لك، تعال اقول لك عن السر. تعال تعال اقول لك، شوي وناخذ صوره حلوه هان ونقولكم لابد لكم كمان فيديوهات. قصوا لايك وايش كمان؟ وشير وسبسكرايب عشان تشوفوا كل جديد. يا سلام.